السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل معاكو طاجن البسلة بالجزر بالفريخ، أكلة سهلة وبسيطة. هنبدأ مع بعض. معانا كيلو بسلة بالجزر، معانا بصلة كبيرة مبشورة، كوبايتين من الطماطم، فلفل اسود وبهارات، شوية بصل تاني مبشورين على جنب، ومعلقتين من الزبدة أو السمنة، ثوم وملح، ومعانا الفراخ. أول حاجة هناخد الفراخ نقطعها بالطريقة دي، نكسرها كويس ونقطع منها شرايح كده علشان تخش الخلطة اللي هنتبلها جوه الفراخ وتبقى طعمة. معانا دلوقتي بصلة مبشورة، هنحط عليها شوية من الملح، فص صغير كده من الثوم، وكمان معلقتين من الطماطم، وشوية من البهارات المشكلة، وشوية فلفل اسود. وهنبدأ نقلب الخلطة دي بعصرة كده عشان تنزل مية البصل معانا. ونبدأ نتبل فيها الفراخ عشان نسيبها شوية عقبال ما نعمل المكونات الباقية. هنحاول ندخل الخلطة دي في كل أجزاء الفراخ، من تحت الجلد ومن فوق بالطريقة دي عشان تبقى متبلة معانا. وهنسيبها شوية لغاية ما نحضر الطاجن. معانا طاجن بسلة بالجزر، كيلو من البسلة بالجزر، بهارات مشكلة وفلفل اسود، معلقة صغيرة من الثوم، وملح حسب الرغبة، وبصلة كبيرة مبشورة. أكلة مفيش أسهل منها، كلها كده على بعضيها في صينية واحدة، مش هتكلفك لا وقت ولا مجهود. ومعانا الطماطم، مقدار كده يجي كوبايتين كبار او على حسب ما انت بتحطي في اكلك، ومعلقتين من الزبدة. وهنقلب كل ده. بصوا لاحظوا ان انا مش حاطة مية خالص، مش حاطة اي مية، كفاية بس الطماطم المعصورة علشان الطاجن ده ما بيحبش يكون فيه مية كتير. شفتوا انا فردة الفراخ ازاي؟ نص الفرخة مفروض خالص على الاخر، وهغطي بيه الطاجن بالشكل ده. دلوقتي الطاجن هحطه من تحت للاول لغاية ما الفراخ تستوي والطاجن يستوي تماما، وبعدين هحطه فوق تحت الشواية علشان احمر الفراخ. ادي معانا الفراخ استوت والطاجن تحفة في منتهى الجمال ومنتهى اللذة، تعجبكم جدا، جربوها مش هتندموا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.